يومكم يا رب دايما كده كله خير وسعاده وبهجه في اول يوم في السنه الجديده 1 يناير 2024. خلونا دلوقتي نصبح على زميلتنا لمياء حمدين نتعرف منها على اخبار المرور والطقس في القاهره والمحافظات. صباح الفول يا لمياء، كل سنه وانت طيبه. جاوبي على السؤال قبل ما تقولي، ما تديهاش مخرج تهرب منه يا لمياء. كل سنه وانت طيبه. انت كل سنه وانت طيبه يا منى، وصباح الخير عليك يا محمد، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين، وكل سنه وانتم طيبين كلكم. لمياء، هل انت مع الناس اللي بتخطط وبتظبط كل حاجه كده واهداف، ولا سايباها زي ما تيجي تيجي؟ لا، هو انا مش بعرف اخطط قوي وادبر واحط تكتيكات كده لحياتي، لكن خليني اقول لك ان انا بتمنى، يعني بتمنى يبقى حالي افضل من السنه اللي فاتت، اتمنى اطمن على ابني، احواله تبقى احسن من كده بكتير، ابقى اقدر ابر امي احسن من كده بكتير، لكن ما بعرفش اخطط وادبر لانه لما بخطط والدنيا بتبوظ مني فبكتئب وبتعب، لكن بتمنى ان الدنيا تبقى احسن واظرف ويبقى في سلام كده اكتر في الدنيا كلها.